الشيخ كمال من بلدية عين ولمان بولاية سطيف يجدد روح مطعمه الصغير كل شهر رمضان، متفنناً في عرض أطباقه وإثارة شهية الصائمين من كل الولايات. وبقات الفكرة شهر رمضان مميزة للعام، نخدم بها الأطباق هذه من عصرية من تقليدية من الأطباق البوزلوف الدوارة الدبارة الشتيحة بوزلوف المخ القنين الأرنب. زبائن المطعم أشادوا بمأكولاته وأسعارها المعقولة. تجور نجيو نديو عليه الله يبارك ما شاء الله، أسعارها مليحة إن شاء الله، كل عام راهي إن شاء الله ما يزيد ما تجور مع الزوالي ويعاون الزوالي واللي ما عندوش يعطينو إن شاء الله ياكلوا. المناطق المجاورة لهنايا تقريبا كل تجي لهنايا كيما نقولوا لصيح مدو لتبان زمالة، هذا لهنايا كما شرب ما كانش اللي ما يعرفوش. تبارك الله السعر في المعقول. الحمد لله والله الحمد لله. الحمد لله لسما غاشي جينا من كل انحاء الوطن، من 40 ولايات هابط كاين بلايص كل من 40 ولايه تجي هنا. مطعم صغير لما شمل عديد الاطباق والمأكولات التقليديه الجزائريه والتي يزيد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل.